لك هذا الخير. الزين تبارك الله. لاباس عليك. الحمد لله جينا عندكم اليوم في السوق. مرحبا بك لا جيتي. جينا عندكم البنكرير. الدوريجين. وشحال الدوريجين؟ غير موجودين. 67. 67. 67. هذه الخوت 67 3000. وتبعت 30000 ديال الربع. هي ب 67 وعادت. 67 و30000. هاك هذه الخوت 67 يعني 3350 درهم ومن فوق منها 1500 درهم. شحال من راسية؟ هي 20 راس. يعني عدد تقريبا شي 3300 وشي 5 انا المليح قدامي. تبارك الله. العربي ديما كيبيع المليح. المليح. العربي الصرغيني. العربي الصرغيني. والقناة ولد العربي الصرغيني. وغندفع معاك انا. سير سير الله يسر لك. واعم العربي واعم العربي. والعب تدور لي تدور. دور. خليكم خليكم. سير. خليكم زعبي. راعم العربي هذا. زيد زيد يا حبيبي. جينا عندكم اليوم. مرحبا بكم الجنة. مرحبا الرئيس. مرحبا. ما فايت ما جي ولكن عاود ما جينا. الثمن اخويا شنو وقع شنو كاين؟ عطيكم دابا هنا 44 ونص. عطيكم يعني 1000. عطيكم هذا كصناك هذا. كصناك هذاك وفيك. باينة شاد الورقة باينة راه سيري تخلص. الخوت هنايا كاينة 2225 درهم. ياك 44 ونص 2225 درهم الخوت. أثمنة والآراء ديالكم كتبقى تعاليق كيف العادة والآراء ديالكم تحترم كل السلعة هذه تبارك الله الخوت كتبان لكم صغيرة ولكن الميزان اللي كتعطي هذه والله حتى ميزان خرافي قسم بالله الناس الحريفين اللي غادي يفهموني يعني هذه في الميزان ديالها كتعطي اكثر من هذه هذه ثاني شويه تعطي الميزان ولكن هذه هذا النوع خطير 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 في الميزان هربان في الميزان تحياتي تبارك الله وكأنهم باغين يتصوروا تبارك الله ثمن اخي 4300 درهم في الجمله وكل حاجه وثمنها دابا الخوت هنا 4300 درهم كتشوفوا والله يسر لك اخويا الله يحفظك خويا الله يسر لكم العمر السوق يوم زاد شويه لا السوق شويه راه كاين السلعه وكاين الثمن راه الثمن اللي زاد الوقت ثمن شوف الثمن اخويا سعيد ثمن اكثر من القياس هو في المعدل الثمن ثاني ملي كيكون مرفق الحركه كدور كيدور عاد كل شيء حراي في كساب بيع شرايا كل شيء كيصوب دوك راه زاكيه عصام هو ديالك عصام خويا عصام تحياتي لاباس بخير الله سولت عليك سعيد دابا وانا غنبيعهم مع عصام انايا كاع ان شاء الله ان شاء الله عصام يدين الله يحفظك كي داير انت مزيان مرحبا بينا ومرحبا بي هاي راك جيتي عندنا هنا معايا خويا سعيد اللي ما عندكش عاكين انا راه جامع الجلال وقيل مع الجلال مع الوالدة يسر الله يسر لكم اللهم امين اخويا انا وسعيد شنو وصف الثمن؟ 2000 درهم بغيتي 50 دابا المعطى المعطى هنا عاطينك جوج دراهم يعني عاطينك 2000 درهم منا ولقيت المليح ديال المحرة سلعة المحرة كتدخل بزاف واش هاد الناس ديال المحرة هما اللي كيكسبوا ولا كسابة خويا علي كسابة كار لا في الغالمية لا في كلشي عندنا واحد البرومية ياك ولو انه يقدر يجي عندهم واخا كيجي عندهم الجفاف كي تيتوقعوا شو مالك الجفاف المهم يكسبوا صافي هاك السبب ساكن وصافي مطاكين ومالي مطاكين المنطقه ديال المحرم والله يسر لك اخويا المهم السلعه الخوت 2000 درهم اللي معطيه كيطلب كيطلب فيها خاصها شي حاجه ولا حاجه دير النمره يجي مرحبا بي دير النمره 06 سير 58 زيد 81 زيد 75 67 سير الله يسر لك ديال المحرم هاي السلعه سير الله يسر لك
دابا كاينين هنا واحد لازم يدير تضرب دابا الخوت كاينين هنا واحد ثلاثه دو عندك اخويا ثلاثه كنطلبوا 70000 لواحد كطلب حتى 3500 لواحد 3500 شنو المعطى عطينا 65 65 خوت انا مقيد دابا حاليا 3250 درهم المعطيه هو كيطلب 3500 درهم للواحد ولا يمشي عليا والله يسر لك اخويا الامور الله يسر الامور تلينا الخير يا حبيبي تم 72 المشرى 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 68 المشرى 68 لا ولا فيها 15 درهم قلنا لهم المشرى 3400 درهم عطاوكم 750 درهم رباح كمجمل على الخرفان كاملين شحال من حول شحال من حولي هنايا 15 حولي والحبوب والو ممنوع دابا يا الاخوان باش نفهموا اكثر ان دابا حاليا ولات ب 3450 درهم دابا حاليا المعطى ديالي سر الله يسر الامور السلعه رايكم يحترم ما غاديش نقول لكم انا غلي هضر دقيقه المهم شوف الثمن وحكم تبارك الله اش واصلين معكم اخويا انا 60 3000 درهم كسيبه ولا شي كسيبه ولا كسيبه تبارك الله هاد الناس كسيبه ديالهم عاطينهم دابا حاليا الحريفيه 3000 درهم اللي واصلين معهم في هاد السنه سير الله يسر لهم الله يسر لهم ما عرفتيش شحال واصله تمام تمام ما عرفتش دابا حاليا الخوت كيبيعوا شي حاجه حلف عليه ما عرفتش ما عرفتش عاطي دابا هنا البيع والشراء ما عرفتش شنو عاطينو شحال وصل معنا 54.5 هنا دابا حاليا 54.5 يعني 2725 درهم وهذه تبعت ولا مازال هذه تاهي تبعت هي دو غندوروا لي الكاميرا الخوت 1725 درهم 2725 درهم ودابا هذه حاليا انت هي عاطين في 2725 درهم ولكن السيد يعني راه مازال ما تباعش هما مازال كيبيعوا يشروا عليه الخوت الله يسر الامور صور له حنا باللايف لوحك اخي في الله صور اسيدي مرحبا سلعه الدراوش حتى دابا تبارك الله سلعه المساكين سلعه المساكين شحال الثمن ديالها اخي 38 عاطينا المعطى 38 1900 درهم خوت سمعة تعيب مخير مازوزية وكتوزن وهذه الماركة كتوزن مليحة كتوزن ثمن رأيكم في التعليق سردية وبلدية 1900 درهم خوت هذا الخير 1900 درهم الله يسر العمر شو واصلين معك فيه الثمن اخي؟ 4500 درهم 4500 درهم 4500 درهم كاين واحد الحبوبه ربما ما فهمتش شنو الثمن لكم وسع النظر الثمن شنو واصلين 55 خوت كلشي سنان الحليب سنان الحليب والخوت هادو الثمن ديالهم 55000 والثمن بالدرهم هو 2750 درهم النقايه مزيانين السلعه زوينه هذه بعدا زوينه الله يسر لك اخويا الله يسر لهم شحال خرجت هادي اخو 64 3200 درهم الخوت هادي ما كاين 3200 شنو وصلنا معكم انا في التاني 60 حاليا دابا 3000 درهم درهم حب والو ممنوع اللي فيه نفسه لا هو الجميل في الامر انه العيب ما يكونش ممنوع ممنوع لا تراس ما تلقاش لا تراس لا اي والله يسر لهم قلتي 3000 درهم دابا حاليا اللي واصلين خوت هنا 3000 درهم 60000 الله يسر لهم شحال وصلنا 66 خوت هنا 3300 درهم اللي واصلين السيد مع السيد واصلين مع 3300 درهم غادي مع الراجل الشعب هادي هو الشعب هادي هادي من مرة 66 اللي تعرف جوج راه فيهم
الثمن يا اخي شحال واصل معكم؟ شحال واصل معكم في الثمن؟ يوقع عطينا 28 و600. 28 و600، 1430 درهم، 1430 درهم. الخوت اللي كاين معنا السيد عثمان الزهور مزيان، الأمومية للسلعة المازوزية. حلف عليك بالله سير. واثنين لا، 38 يلا يسهل عليك. ها بغينا ليك الله، الله لا ما بغينا ليك.